بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم، يقول السائل، استعمال المظلة للمحرم وكذلك الحزام مع العلم بأنه مخيط؟ نعم، يجوز له أن يستظل بالشجرة، يستظل بالسقف، يستظل بسقف السيارة، بشرط أن لا يلامس الغطاء أو السقف، لا يلامس رأسه، وإنما يكون مرتفعا عنه، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة، يعني خيمة، ودخل فيها وهو محرم وجلس فيها. نعم.